الان مئات الملايين من المسلمين اقصد هذه الكلمه مئات الملايين يعانون من هذه المشكله الفكريه والامام امير المؤمنين صلوات الله عليه حلها بكلمات نقرا الروايه بلا شرح تفصيلي رويه ان الحجاج الثقفي كتب الى مجموعة من العلماء ان يذكروا ما عندهم وما وصل اليهم في القضاء والقدر من المعضلات الفكرية العجيبة، اللي تورط فيها كبار المفكرين، كبار الفلاسفة الى هذا اليوم، راجعوا كتب الفلسفة، لاحظوا التورط الذي تورط فيه المفكرون كتب إلى أربعة من العلماء ماذا تقولون في هذه المشكلة العالم الأول الحسن البصري فكتب إليه إن أحسن من انتهى إلي أفضل حل هذه المعضلة وين ما سمعته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنما دهاك أسفلك وأعلاك والله بريء من ذاك. حل هذه العقدة. العالم الثاني عمرو بن عبيد كتب إلى الحجاج: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: لو كان الوزر في الأصل محتوماً، كان الموزور في القصاص مظلوما إذا جابر أكو ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وبعدين يأخذه ويعاقبه لماذا ابتللت بالماء هذا الظلم والله تعالى يجل عن الظل طبعا أكو اختلاف في النسخ أن العبارة كيف تنطق العالم الثالث واصل ابن عطاء كتب إلى الحجاج أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق، الأب يقول للابن روح من هنا ثم يقف له عند المضيق ويمنع تناقض في الإرادتين التكوينية والتشريعية مو معقول، أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق. يقول للأبو جهل آمن وما يخليه يؤمن تشريعا يقول له آمن تكوينا يمنعه من الإيمان معقول هذا تدرون الآن مئات الملايين من المسلمين يقولون هذا مع الأسف لأن ما أخذوا الفكر من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه العالم الرابع الشعبي كتب إلى الحجاج أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كل ما استغفرت الله منه فهو منك. إذا واحد ظلم ابنه بعدين يقول أستغفر الله هذا منك مو من الله وكل ما حمدت الله عليه فهو منه اذا الله اعطاك نعمه معنويه ماديه تقول الحمد لله فهو منه فلما وصلت كتبهم الى الحجاج ووقف عليها قال لقد اخذوها من عين صافيه